إلى تذكيري بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الشيخ النمراوي في بيجي ويؤكد أن وحدة العراقيين صمام الأمان بوجه الإرهاب. محافظ صلاح الدين يبحث مع مدراء الدوائر الخيارات المتاحة والبديلة لخدمة المواطنين ويتفقد أوضاعهم في تكريد. الكاظمي يطمئن على السلم المجتمعي في الطارمية ويؤكد من طهران التزام العراقي بسيادة الحياد والمصالح خارج نفوذ المحاور. وصحيفة بريطانية تحذر من تفاقم الوضع الاقتصادي في العراق بسبب أسعار النفط، واختطاف ناشطة في بغداد يثير قلق الأجانب. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.